قدر اللبنانيين اليوم وفي هذا الشهر الفضيل استهلاك شحم مفروم ورؤوس الأسماك على غير العادة. لم يعد بلد الأرز كما كان. محمد بائع أسماك اضطر لبيع رؤوس الأسماك لتلبية طلبات الزبائن بعد أن تعذر عليه وأنواع أخرى من الأسماك في ظل تدهور القدرة الشرائية لجل اللبنانيين. من 4-5 سنين اختلف كل الوضع، يعني كنا ببلد وصرنا ببلد، يعني يا لطيفة لوين رايحين بعد. يعني هذا السمك ما احنا كنا نجيب مثلا 40-50 صنف، صرنا نجيب 3-4 أصناف. رأس السمك صار ينباع، هذا بالأول ما كنا نبيع، كنا نكبه هذا بالأول، هلا صار ينباع. هلا بيستعمل رأس السمك للشوربة، للمرأة، لكل شيء. يعني هاي هي الوضع العالمي كثير سيء. يعني مليونا ليرة لم تعد تفي بالغرض. التضخم أرهق اللبنانيين. خضر تقتنى بالقطعة وسعر باقة البقدونس تجاوزت 20,000 ليرة في سوق صبر الشعبي. هاي أول مرة بتاريخ حياتنا العالم صارت تشتري الحبة. كله كان يشتري بال3 كيلو، بال4 كيلو، بال5 كيلو، هلا بالحبة، منين ما كان بالحبة. يعني وضع مساوي على كل العالم. ما عم ناكل ولا عم نشرب، شو الدفع بالبقدونس ب3 كيلو ب5 كيلو والحد ب75؟ حرام. عم نحط مليون مليونين وما في، ما عم بيقضي ولا واحد بده يشيل. وضع معيشي متدهور وتقلص في المداخيل بفعل انهيار القيمة المحلية أمام الدولار أجبر الكثير من اللبنانيين التخلي عن أطباق رمضانية رئيسية على موائد إفطارهم. الفخاد مثل الجوانح مثل الزورة، هيدا أكل رمضان، ما في هيدا الدجاج ما عم فينا ناكله. ليش؟ وبالخضرة وكله. إذا ضمت البقدونس وصلت لل20,000، شو هالبلد هاي؟ ما في عليها مراقبة، ما في حدا يطلع بهالشعب. مائدة رمضان معروفة كانت بلبنان شو هي؟ أقل شيء كانت 3-4 أنواع غير الحلو. هلا وفي يا دوب نوع واحد و90% ما حدا عم بيعمل حلو بقى، ولا حدا عم بيشتري حلو. العملة اللبنانية تنهار، وانهارت معها أقدار بلد أنهكته الأزمة السياسية والاقتصادية. تحمل ضرباتها شعب لبناني أحب الحياة، يواجه اليوم قدره المحتوم في ظل غياب إصلاحات اقتصادية حقيقية وركود اقتصادي يدفع ثمنه المواطن.